وضعي مريح فجأة جاني تليفون وبحث صحيح إجا عنا على الهواء وحكي على التلقيح يومين نخمم في المرواح وفي عشية في الكوجينة لاهي نحكي مع المذيع ستمت علينا انجولينا You tell some light-hearted fan on a hidden camera اللي تزلع اللطف عليه وصحة للي ما تعقبتش عليه رمضان ضحكة من القلب ويعاجك النبي صلي عليه شريبتكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من الكاميرا الخفية أنجلينا 19 ضيفنا الليلة هو الوجه السياسي والحقوقي المعروف والوزير السابق الأزهر العكرمي اللي استدعيناه باش يحضر في برنامج شجع الناس على التلقيح ضد الكورونا سي الأزهر كان في الموعد والتصوير انطلق معه لكنه ما كانش يتصور كمية المفاجآت اللي محضرينها له بطبيعة المشاهد اللي باش تشوفوها في الكاميرا كاشي أنجلينا 19 هي مشاهد هزلية ما عندها حتى علاقة بالواقع ونأكدوا أنه التلقيح ضد الكوفيد 19 يبقى هو أفضل طريقة لحماية رواحنا والعزيز علينا من هالفيروس الخطير أعزائي المشاهدين مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم نستهل معكم وسعيد معكم بالتواصل في برنامج عين على تونس والذي نتناول فيه بالأساس موضوع الساعة بالأحرى فيروس كورونا وكوفيد 19 حول هذا الموضوع غير استضفت اليوم معايا السيد الأزهر العكرمي الوزير السابق أهلا وسهلا بك سي الأزهر شكرا على قبول متابعي قناة الحرة شكرا لي كما يحضر معايا أيضا وسعيد باستقباله الدكتور دكتور الطب والأنعاش زكريا بوغيرة مرحبا بك أهلا وسهلا ميرسي عايشك سي الأزهر يوم مش نسألك سؤال نقول لك شنو استعدادات اليوم دولتنا وزارتنا بأن يتوفر لنا التلقيح هذا بالرغم اللي ها ومازلنا متأخرين يعني أعتقد أن الدولة تعيش مشاكل تجعلها ترتب الأولويات عد الصحة يظهر لي من الأولويات صحيح نظريا المشكل أول شيء مشكل اقتصادي ومالي تعاني منه الحكومة هذا لا نخفيه لأن الناس كل يعرفوا أن هناك صعوبات اقتصادية جمة في تونس بخصوص الموازنة السنوية وبخصوص الإنتاج وبهشاشة الوضع الذي استقبل الوباء الكوفيد الفيروس يشهد تحولات دقيقة وسريعة قد تسقط نسبة المناعة من 94 اللي قلتها يقولك هذا قد يعطي أثر في 30% فلا نكون احنا قد اشترينا المادة ثم تعلمنا من الآخرين خلينا نقول يسبق الآخرون وسيأتي وقت في 21 أو 22 أنا لا أتأمل أنه في شهر 3 الحوار مع ضيوفنا انطلق والأزهر العكرمي كيما كان متوقع خلطها سياسة على طب على بحث علمي هذيك علاش قررنا باش ندخلوا أنجلينا اللي باش تكون أولى المفاجآت شكرا لك قبل ما نمر لك تأكد بالفعل حضور ضيفتنا سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة المخرجة الأمريكية أنجلينا جولي شكرا لك مرحبا بك هبة التليلي بنت الجنوب أهلا وسهلا بك المترجمة أهلا وسهلا نجدد ترحابي وشكري لها لقبولها حضور معنا ولو لبعض الدقائق وأطمئنها بأنني سأكون على عهدي مع ما ما مع التوقيت واحترام التوقيت بالأحرى فيما يخص حضورها معنا على كل نقدم لك ضيوفي السيد الأزهر العكرمي الوزير الأسبق يحضر معنا أيضا السيد زكريا بوغيرة طبيب مختص في التخدير والأنعاش جئت محملة بعدد كبير من جرعات الكوفيد 19 التلقيح والفاكسان
لو تعطينا فكرة حول التراخيص التي تحصلتم عليها ومدى جدوى هذا اللقاح. تونس لأننا نؤمن بأن لجميع الدول الحق في الحق في الحصول على نفس الفرص أو فرص متساوية في مقاومة هذا الفيروس. أظن أن هناك موجة جديدة لذروة جديدة للفيروس في تونس، ولهذا اخترنا أن تكون وجهتنا تونس في أول حملة هذا التلقيح. نعم. اللقاح ناجع جدا وآمن. نشكر أيضا الدولة التونسية لإعطائنا كل التراخيص اللازمة لبدء هذه الحملة أيضا ومساندتنا فيها. دكتور أستاذ الأزهر سيد وزير، مرحبا بك في تونس، ويلكم تونيزيا. شعب تونسي يعرفوك ويحبوك أكثر من كل السياسيين الأمريكيين ويتبعوا في الأعمال الخيرية، وأعتقد أنه في أي بقعة في تونس لو تمشي أنا ممكن ما يعرفونيش، أنت في الشارع يعرفوك الناس كلها. كما تشوفوا الأزهر العكرمي من شدة التواضع يقارن في الشهرة متاعو بشهرة أنجلينا جولي، والحد الآن أحصل في الفخ وما شكش ولو للحظة أنها اللي قدامه ما هيش أنجلينا الحقيقية. سنتواصل معك في الفضاء المخصص لتلقي التلقيح، وسنباشر ونعاين عملية إجراء التلقيح مباشرة من هذا الفضاء. نلتقي وإياكم بعد لحظات. مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. وديتك ولا ما وديتك؟ لا بارفي. ها؟ بارفي. صاحبك يحبك ولا؟ يعطيك ألف صحة. ها؟ يعطيك ألف صحة. أما قل لي وقتاش خلينا نكبتي ولا بعث لي تصاور ولا؟ ها؟ اي وقت تخرج ليميسيون؟ يو حاجة وقتيش تبعثها لي؟ باش يولي فيديو تو بعد خذ معها تصويرها. تريبيان. لا خذ معها. الأزهر العكرمي مازال فرحان بلقاء أنجلينا ويحب يعمل معها تصوير قبل ما يروح، لكن الأمور باش تاخذ منعرج آخر بعد شوية، وضيفنا باش يعدي امتحان صعيب. اقعدوا معنا وتابعونا بعد الفاصل. بعد الحوار الخاص مع شبيهة أنجلينا جولي، ضيفنا الأزهر العكرمي هبط مع فوزي والدكتور بوغيرا للفضاء الخاص بالتلقيح، وين المتطوعين قاعدين ياخذوا في تلقيح أنجلينا جديد. ومن قبل ما يرجع التصوير، الأزهر العكرمي مبرد على قلبه كان معمل تصويرة مع النجمة الهوليودية. سيدي عسلامة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أنت جيت لتلقي الكوفيد، لقاح الكوفيد بالأحرى. أهلا وسهلا. على كل نتابع عملية التلقيح. تفضل سيدي الأزهر، نتابع عملية التلقيح للسيد نور الدين الشنوفي. مرحبا، أهلا وسهلا به، نتمنى له الشفاء. تفضل دكتور، تنجم تباشر عملية لقح. لقح. هيا به. شكرا شكرا. بعد عام نور الدين جاي دور فوزي جراد باش ياخذ جرعته من التلقيح، وكالعاده دقيقتين من زمان والاعراض باش تبدا تظهر عليه. سبب بعد دكتور. اسمعي غادي نفيو بيرا هو. We need to call an ambulance. Call an ambulance please. عندكم شي ادري؟ Call an ambulance. We must. ادرينالين ما. و بيرفيزيون مالكان تاع ما شو القلب دكتور قاعد في الريجي قاعد في حساسيه. He's not feeling well, we have to say that he might have an allergic reaction. ايجي جا امان ايجي معنا نحطوه على. Can you help me? Can you please help me? Can you help me? الأزهر العكرمي قعد في حالة متاع ذهول وما نجم يعمل حتى ردة فعل. هذيك علاش قررنا نزيدو نفجعوه وندخلو بقية الممثلين. استنى 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 مدام. شو زرقتولي؟ مدام لبس لبس ما تخافش ما تخافش. سافا لي. ايش؟ ايش نهزوها حطها غادية؟ لبس مدام لبس لبس. ما تخافش ما تخافش. الأزهر العكرمي ديجا دخل بعضه وزيد باش يخلط عليها عم نور الدين ويكمل على ما بيه. شبيك شبيك شبيك. شوفوا دكتور شوفوا احكي معه. يا اخي شو يا اخي شو هذا يا اخي؟ يا دكتور شنو هي الحكايه يا اخي؟
واحد تريبيه الكاميرا ينجم يعمل اسمعني اسمعني ينجم يعمل ديزيفي هكا وبعد بعد ديزيفي يرتاح مريناش عملنا له مكلله بس اما نسميه وقت التصوير كان على لاتين 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 دي سيب سيب دي سيب لا لا يا ودي سيب سيب خليك يا ودي ما تمسش نور كلمه كلمه ويمشي يزور هي مصر بي بابا الدكتور ما تعرفش معاه شغلته معاه You can't leave. He's a doctor. Drop the chair. There's no way to go outside. Did he say? Is he dying? No, no, no. What's he doing? No, no. قال لك خذ قط. We stay here. Yes, okay. الأزهر العكرمي طلع ما فماش ما أقل منه. يقولوا له لي بودي جارد يمشي يمشي. يقولوا له أقعد يقعد. Hey, mister. He too is a specialized doctor. We only need one doctor. What? We only need one doctor. There is no need for him. The man is a doctor. The rest of the day, he's a doctor. Hey, what's your name? Not touch me. How is it, guy? يا دكتور مش هذي خليه مظبوط شنو كاميرا كاشيه هذه؟ شنو صار بالعكس؟ برافو سي بيان سي بيان 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 دافيا. اه سانا جبنيتي كوم سا. كانت هذه حلقة الأزهر العكرمي. موعدنا غدوة مع ضيف جديد وحلقة جديدة من أنجلينا ديزنا. كنت قاعد في الدار ريك شو وضعي مريح فجأة جاني تليفون وبحث صحيح كلمتني قناة الحرة قالت نعفق صريح إجا عنا على الهواء واحكي على التلقيح قالوا لي احكي شو تحب وما يهمك في حتى حد حتى طيب كان قال لي حوما لك حق الرد افرض رايك قلع بايك واقفلهم جدار الصد والله بقيت نتناقش معاهم يا حوما نتبند تتناقشنا على الكورونا وزيد على التلقيح حكينا فما ناس قالت لا وفما ناس لا علينا وانا نخمم في المرواح وفي عشية في الكوجينا لاهي نحكي مع المذيع صوت مت علينا انجولينا fan on hidden camera فما اللي قال لها لا هاني باش نخرج تو فما اللي وافق على العرض قريب يقول ميعو فما اللي شافها داخل جلا ما عنده سو فما اللي غني ويرعش مبحبح وعامل جو وانجولينا بيهتفيه وانجولينا بيهتفيه دخلني تضحك عليه دخلني تضحك عليه والسريب حبيبي بسرقا يكنس فيه اللي تزلع لطف عليه وصحة للي ما تعقبتش عليه رمضان ضحكة من القلب ويعاشق نبيه صلي عليه